ننعي إلى جماهير الأهلي وجماهير الكرة عامة رحيل واحد من مدربيها ومن مخلصيها ومن الناس اللي ادت لها بعلم لسنوات طويلة، الأستاذ الدكتور مفتي إبراهيم. دكتور مفتي إبراهيم رحل عن دنيانا الفانية أمس الأول بعد رحلة حافلة بالعطاء، مدرب في قطاع الناشئين، مدرب في جهاز هيدي كوتي ثم كالوتشاي. الدكتور مفتي رحمة الله عليه ورفيقه دكتور عمرو أبو المجد ربنا يديله الصحة، كانوا هما بداية العمل الأكاديمي الرياضي العلمي، علمانة الكورة. انك تيجي تجيبها علم، ان يبتدي كلية التربية الرياضية تهتم بانه تصدر هذا النوع من مسؤولي ومدربي، وخصوصا في قطاعات الناشئين. فرحمة الله عليه كان هو يعني من الرعيل الأول في هذه التجربة. يعني الدكتور مفتي إبراهيم زي ما قلت لكم يعني واحد من المدربين اللي كانوا ضمن الجهاز الفني لمستر هيدي كوتي والكالوتشاي مع الأهلي في السبعينات ومطلع الثمانينات، مدير فني في قطاع الناشئين لسنوات طويلة، ثم أثرى المكتبة الرياضية وعلوم كرة القدم الحقيقة برقم قياسي من المراجع العلمية في تدريب كرة القدم. كانت كاميرا قناة الأهلي من قبل اهتمت بتكريم الدكتور مفتي، ونتذكر معاكم في هذا التقرير تحدث الراحل الكبير الدكتور مفتي إبراهيم عن مشواره مع الكرة والعلم والأهلي. أنا الحقيقة بدأت أمرن في النادي الأهلي من سنة 74، واستمرت في النادي الأهلي حتى سافرت الأهلي السعودي، وتاريخي مع النادي الأهلي في الفرق الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا اشتغلت 20 سنة في النادي الأهلي لم أخسر بطولة واحدة، الحمد لله فوزت بكل الفرق اللي أنا مسكتها ولم أخسر بطولة. وحتى مع الفريق الأول للنادي الأهلي حينما كنت أصعد الفريق الأول اشتغل مع مستر ديكوتي أو مستر كلوتشاي لم نخسر بطولة واحدة الحمد لله، وفزت بكل البطولات وخدنا بطولة أفريقيا. وسلمت على سيادة الرئيس حسني مبارك وأخذت وسام الجمهورية، وهذا أكبر شرف حصلت عليه في حياتي. أما من ناحية الأكاديمية فأنا محاضر في اتحاد أفريقيا، قبلها كنت محاضر في اتحاد مصر طبعا، ومحاضر في الأكاديمية الأولمبية، و حضرت لفترة طويلة جدا وما زلت حتى الآن حاضر باعتباري من نخبة المحاضرين في أفريقيا. من الحاجات اللي أنا بشرف بيها وبتشرف بيها إن أنا عندي أكبر طبعا محاضر في الأكاديمية الأولمبية، و حضرت لفترة طويلة جدا وما زلت حتى الآن حاضر باعتباري من نخبة المحاضرين في أفريقيا. من الحاجات اللي أنا بشرف بيها وبتشرف بيها إن أنا عندي أكبر عدد من مؤلفات لمؤلف في كرة القدم والرياضة في العالم، أحمد الله، لأن أنا بعمل سيرش وأشوف الناس عندها إيه. أنا أكبر مؤلف في العالم، عندي 70 مؤلف، والمؤلفات دي منتشرة في كل الدول العربية، ويعني بحاضر في الدول العربية وأحمد الله الناس بتستخدم المؤلفات بتاعتي كويس يعني. وما زلت مستمر في عملية تطوير تدريب كرة القدم، حتى من الجهود اللي أنا عملتها إن أنا ابتكرت أسلوب للتدريب وللتمرينات خاص بي. وأحمد الله أنا دلوقتي تخطيت على الكمبيوترات بتاعتي تخطيت 1,000,000 تمرين مرسوم بيدي. أنا هقول للمدربين، وده أمر مهم وبقوله في محاضراتي دايما، اوعى تمرن من غير ما تحضر، لأن آفة التدريب في مصر آفة إن المدرب ينزل الملعب وبعدين اللي يفتكره
يعمل دي كارثة. أنا نصحت للناشئين أهم حاجة، أهم حاجة إن هو يهتم بالغذاء الجيد أو الغذاء اللي ممكن يفيده كناشئ كلاعب في المستقبل، ودي تعتبر أحد مسؤوليات المدرب أيضا ومسؤولية الوالدين. الدكتور مفتي طبعا كما قدم نفسه وإحنا قدمناه من الناس اللي أدخلت أو امتزج العلم بالخبرة بالممارسة عشان تفرز لنا هذا النموذج رحمة الله عليه، نموذج المثقف، يعني نتمنى له كل الرحمة ويصبر أهله يا رب. الحقيقة مجلس إدارة النادي في نعي رسمي له الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور مفتي إبراهيم المدرب السابق بقطاع الناشئين والدرجة الأولى بالنادي الذي وفته المنية. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.